السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة. السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. اليوم مع تفسير مضامين سوره قرانيه صغيره الحجم لكنها عظيمه المعنى وهي سوره الماعون. التي نزلت في اوائل الدعوه الاسلاميه. ما زلنا ايها الاحباب الكرام في اوائل الدعوه الاسلاميه لا زال الاسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدا فطوبى للغرباء. ما زلنا في مراحل مكه المكرمه. والمسلمون مستضعفون والنبي الكريم يؤمر بالصبر ويحث يحث على الدعوه وان يعمق معاني الايمان في القلوب يذكر بالبعث ويذكر بالنشور ويذكر بقصص الانبياء ويذكر بالجنه والنار ويربي الامه على الايمان في هذا السياق نزلت هذه السوره ورقمها في الترتيب 18 ذكرنا الصور تنزل تباعا من العلق الى القلم الى المدثر الى المزمل. الان وصلنا الى الثامن عشر السوره سوره الماعون. يقول فيها ربنا سبحانه وتعالى بعد بسم الله الرحمن الرحيم: أرايت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين. فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراؤون ويمنعون الماعون هذه السورة تسمى سورة الماعون يمنعون الماعون سماها ربنا عز وجل سورة الماعون والماعون هو بالدرجة المعن الأدوات والوسائل المنزلية والتي يحتاجها الناس فيما بينهم وتسمى سورة الدين لأنها جاء في مقطعها الأول أرأيت الذي يكذب بالدين لأن تبين حقيقة الدين ليس عبارة عن طقوس ولا عن مظاهر وإنما عن سلوك وعن ترجمة ذلك لتصرفات عملية في المجتمع وتسمى أيضا بصورة اليتيم لأن فيها حث من الله تعالى لرعاية الأيتام هذه الصورة المباركة رغم قصر آيتها سبع آيات قصيرة لكن مضمونها عظيم وعظيم جدا جاءت لكي تحقق في معنى الإيمان ليس هو تلك المظاهر ولا الطقوس التي قد يظنها الناس عبارة عن صلاة وعبارة عن صيام وذهاب إلى المساجد وذهاب إلى الحج والعمرة ولكن هناك سلوكات خاصة لابد أن يمتاز بها الإنسان ليسمى متدينا فكم من متدين ربما بالظاهر ولكن المعنى والعمق قد يكون غير ذلك وسبب نزول هذه السوره المباركه ان المسلمين كانوا ضعفاء ومستضعفين وفقراء ويعيش بينهم الكثير من الايتام ومن المساكين ومن المحتاجين وبالمقابل كان المجتمع فيه اناس من غير المسلمين كانوا أثرياء كانوا من أصحاب الأموال وأصحاب النفود وكانوا يتباهون بأموالهم ونفودهم ويعقدون تجمعات وتظاهرات ويعرضون على يستدعون الناس للحضور هذه التظاهرة من بعيد يستدعون أناس من بعيد ويضمنون لهم المركب والمسكن والماكل للتظاهر لكي يظهر بانهم كرماء وانهم فيهم العطاء ويروى منهم كان كان العاص بن وائل وكان ابو سفيان وغيرهم كانوا ينحرون كل اسبوع ناقتين كل واحد منهم يذبح ناقتين ويجمع الناس ويتظاهر بالفخر وبالكرم وبالجود فجاء يتيم صغير عند ابي سفيان قهره الجوع فقال اريد لقمه اشد بها جوعتي فاذا بابي سفيان يركله ركله امام الناس والناس لم ينتبهوا لم ينتبهوا بان هذا الرجل الجاهلي هذا الرجل القوي صاحب النفوذ والمال قد ركل ودفع هذا اليتيم والناس كلهم في التصفيق والتطبيل وفي الغناء والطرب والاكل والشرب واليتيم هناك يبكي واليتيم هناك يشعر بانه مشرد ولا احد يحميه ولا احد يفقه لحاله ربنا سبحانه وتعالى من فوق سبع سماوات راى هذا المشهد فانزل هذه السوره المباركه ارايت الذي يكذب بالدين ارايت ارايت فيها استفهام وكان الله تعالى يشوقنا للتعجب لكم أن تتعجبوا أيها الخلق أرأيت يا محمد والخطاب موجه لمحمد صلى الله عليه وسلم ولكن هو موجه لأمة سيدنا محمد قاطبة أي خطاب موجه لسيدنا الرسول هو بالأساس موجه لكل الأمة لأن سيدنا النبي هو القدوة وهو الأسوة وكأن الله تعالى يقول له يا محمد انظر لم تر أنت ولا أصحابك وأنا قد رأيت من فوق سبع سماوات ارايت الذي يكذب بالدين هذا الشخص انه يكذب بالدين انه ينكر وجود دين وينكر وجود اله ووجود رسل وانبياء وكتب وتعاليم وينكر ان هناك بعث ونشور وجنه والنار يعتبر كل هذه المعطيات خرافات واساطير الاولين بعض الناس في عصرنا هذا يزعمون أن عندهم فكر حداثي وأنهم جاءوا بالجديد كلا هذا فكر قديم قبل خمسة عشر قرنا من الزمن كان أبو لهب وأبو سفيان وغيرهم أبو جهل وغيرهم يعتقدون نفس الاعتقاد ينكرون الأديان ويطالبون بالحياة طولا وعرضا أرأيت الذي يكذب بالدين من هو الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم الناس كانوا يظنون بان الذي يكذب بالدين هو الذي لا يقرا القران ويهجره هو الذي لا يصوم هو الذي لا يزكي هو الذي لا يعتقد بالانبياء والمرسلين جاء القران الكريم في هذه الصوره ليؤكد بان هناك اشياء اخرى بسيطه قد تطعن في تدين الانسان ارايت الذي يكذب بالدين من هو؟ الجواب فذلك الذي يدع اليتيم انه الذي لا يحمي اليتيم يدع اليتيم اي يدفعه بعنف اي انه لا يستقبله بابتسامه ولا بلطف ولا برفق وانما يهجره واذا كلمه قال له كلاما جارحا ودفعه دفعا ثم كثرتوا ثم انتم في كل مكان متسولون والتسول لابد ان نقضي عليه والكل يتحدث وكان الرزق بيديه والرزق بيد الرزاق سبحانه وتعالى. فذلك الذي يدع اليتيم. من هو اليتيم؟ اليتيم هو كل طفل لم يبلغ الحلم. فالنبي الكريم صلى الله عليه وسلم يقول بان اليتيم اذا احتلم لم يصر يتيما والجاريه اذا حاضت لم تصر يتيمه. فالمقصود باليتيم هو الذي بلغ الرشد. وابتلوا اليتامى حتى اذا انستم من الرشد فادفعوا اليهم اموالهم. يدفعوا اليهم اموالهم بعد ان يبلغوا مبلغ النكاح. فاليتيم هو الطفل الصغير الذي مات امه وابوه او احد والديه وهو فقير ويحتاج الى عنايه ورعايه. فالذين لا يهتمون بالايتام فهم من المكذبين بالدين، حتى ولو صلى ولو صام اذا كان لا يعتني باليتيم. ثم قال ولا يحض على طعام المسكين. ينتقل من اليتيم إلى المسكين وهذا شرائح في المجتمع المساكين الضعفاء المحتاجين لا يحض على طعام المسكين لا يحض نفسه ولا يحض غيره ويقول هؤلاء المساكين لابد أن نجمعهم في منطقة ونسيجها بالسياج ونحبسهم كما فعل هتلر أيام زمان فكان يحرق ويعذب كل من لم يكن قوي لأنه الجنس الآري لابد أن يكون قويا ولابد أن يكون شهما فإذا كان فيه ضعف أو مرض أو سقم تخلص منه وفي بعض المجتمعات عندهم ميز طبقي طبقة الأغنياء وطبقة الفقراء وطبقة المساكين فإنهم يعتبرونهم سبة ويرفضون أن يعيش يتعايشوا معهم ولا أن يجالسونهم بل أكثر من هذا بل يؤك بل يأمرون بعدم العناية بهم ولا يحض على طعام المسكين المسكين من هو؟ المسكين ليس هو الفقير المتسول لا المسكين قد يكون موظف يكون مستخدم يكون عامل ولكن أجرته ضعيفة جدا وهو غير متسول كما قال النبي الكريم صلى الله عليه وسلم ليس المسكين من ترده التمر ولا التمرتان ولا اللقمة ولا اللقمتان ولكن المسكين من لا يجد غنى يغنيه فيفطن له فيتصدق عليه المسكين هو هو فقير لكنه لا يتسول وأما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر المقصود أن هؤلاء عمال في البحار عندهم أسطول بحري لكنهم مساكين مجرد مستخدمين أجرتهم حد سميك في إطار الإنعاش الوطني يبقوا دائما أجرة ضعيفة فكيف لهم ان ينفقوا على اهليهم وعن دويهم فربنا عز وجل يقول كل من لم يهتم بالفقير وكل من لم يهتم بالمسكين فهؤلاء مطعون في دينهم ارايت الذي يكذب بالدين وكانهم كذبوا باصول الدين قد يكون الانسان ملتحن ويلبس جلبابا وقد تكون المراه محتجبه وتحمل قرانا ولكن اذا لم يكن الانسان يعتني بالايتام وبالمساكين او على الاقل يعطف عليهم ويقل لهم كلمه طيبه رقيقه فهذا كالذي يكذب بالدين الى ان قال فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون ينتقل من هؤلاء الذين لا يتعاملون مع الفقراء والمساكين بالاحسان ينتقل مباشره الى الذين يكذبون بالدين انهم لا يصلون. فويل للمصلين، من هم هؤلاء المصلون؟ الذين هم عن صلاتهم ساهون. الانسان يسهى عن صلاته، لم يقل ربنا عز وجل الذين هم في صلاتهم ساهون، وانما قال عن صلاتهم ساهون. لو قال ربنا عز وجل في صلاتهم سنكون كلنا اثمون، لان كلنا الناس في الصلاه، حتى سيدنا النبي نسى في الصلاه وسهى واقر لنا الله تعالى وشرع لنا صلاه سجود السهو فكذلك آه الذي يسهى عن صلاته فرق بين ان تنسى في صلاتك في فرق كبير الذي ينسى في صلاته هذا عنده ضعف في الاجر والثواب وقد كان النبي الكريم يقول ان الرجل لا ينصرف عن صلاته ولم يحصل لا تسعها إلا ثمنها إلا سبعها إلا سدسها إلا خمسها إلا ربعها إلا ثلثها إلا نصفها الناس يصليون جماعة ولكن الأجر مختلف بحسب النية وبحسب الخشوع فقال ربنا الذين هم عن صلاتهم ساوون أي أنهم يأتي وقت الصلاة ولا يصلون في الوقت دائما يؤخرون الصلاة بعد الوقت وهذا حرام كالذي يؤخر رمضان عن وقته هل يعقل ان نؤخر رمضان لشهر اخر لا يعقل هل يمكن ان نؤخر موسم الحج الى وقت اخر لا يقبل كذلك الصلاه ينبغي ان تصلى في وقتها ولا يجوز ان يؤخرها الا ل... 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 لناس او نائم من نام عن صلاه او نسيها فليصليها متى ذكرها لا كفاره لها الا ذلك هكذا قال النبي الكريم صلى الله عليه وسلم الاثم في ترك الصلاه في وقتها الا لاثنين النائم والناسي حتى المريض لا حجه له لان المريض يصلي قائما فان لم يستطع فقاعدا فان لم يستطع فعلى جند يصلي بعينيه ويتيمم فلا بد ان يؤدي الصلاه في وقتها فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون يعني كلما قاموا بعمل صالح انما هو رياء فالذي قد قد يتصدق على اليتيم وقد يعطي للمسكين ولكن كل ذلك رياء وحبا في السمعه فهذا كل عمله باطل مثله تماما كالذي يكذب بالدين فالرياء هو عكس الاخلاص يقوم باعمال حسنه ويقوم بمبادرات طيبه ولكن ليس لوجه الله تعالى بل ليقال بانه جواد وكريم وقد جاء في الحديث إن نار جهنم لتستعيد من واد في النار أربعمائة مرة في اليوم واد خصصه الله تعالى في, 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 النار قيل لمن يا رسول الله قال لحامل كتاب الله يقرأه وهو يرائي ولمنفق ومتصدق على الفقراء والمساكين وهو يرائي ولحاج او معتمر يحج ويعتمر وهو يرائي ولمجاهد في سبيل الله يجاهد وهو يرائي ذكر هؤلاء الاربعه اللي هم في القمه الحامل لكتاب الله والمحسن المتصدق بالمال والحاج والمعتمر والمجاهد اذا لم يكن ذلك لوجه الله فهو باطل وربنا عز وجل كان يقول انا اغنى الشركاء عن الشرك من من ترك عملا واشرك في غيري تركته وعمله فالشرك محرم والرياء من الشرك وكانه تكذيب بالدين الى ان يقول الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون يمنعون الماعون يعني المساعده الماعون كان ايام زمان كفي بين الجيران مثلا امراه تريد مثلا تريد تريد بعض الوسائل للطبخ تريد مثلا طنجره تريد تريد طبقا تريد اي شيء شيء من التوابل شيء من التوم لا باس نعطي بعضنا لبعض والرجل يحتاج الى فاس يحتاج الى مطرقه المعون والمقصود كل وسائل المعون اي واحد طلب منك معاونه مساعده وعندك ياخذها يقضي بحاجته ثم يردها اليك فلا تمنع لان الذي يمنع يكون كالذي يمنع رحمة الله بين الخلق فالمفروض أن يكون هناك تعاون بين الخلق أجمعين هذه الصورة المباركة سورة الماعون أراد ربنا عز وجل أن يصحح بعض المفاهيم وهي أن التدين لا يكون فقط بالطقوس لا يكون بالصلاة والصيام والحج والعمرة وغير من الأعمال رغم أنها أركان وواجبات ولكن اراد ربنا ان يقول بان السلوك والعمل الاجتماعي واثر ذلك في المجتمع هو دليل على قوه التدين. هذه الصوره لما نزلت الكثير من الصحابه بدا يحاسب نفسه ويشكك في امر دينه يقول لعل هذه الصوره تتحدث عني لعل هذه الصوره ربنا عز وجل يخاطبني بها شخصيا. ارايت الذي يكذب بالدين هم يعتقدون بان الدين حق وان الاسلام حق وان البعث حق والنشور حق ولكن نظرا لسلوكهم هل يطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما واسيرا هل يعطون للمساكين والضعفاء هل يرحمون الايتام هل يرحمون المحتاجين هل يرحمون المنكسرين ام ان كل انسان يقول نفسي نفسي ويحب المال حبا جما ويحب ان يكتنز الاموال ويحب ان ينعم بملذات الحياه ولا ينظر للفقراء والمساكين صحابه رسول الله صلى الله عليه وسلم لما نزلت هذه السوره كان الواحد منهم يبتعد بعيدا ويبدا يبكي. يقول لعلني انا منهم من هؤلاء الذين يكذبون بالدين لطالما مر بجانبي يتيم وكان يوم عيد واليتيم محتاج الى لباس والى طعام والى عنايه ولم اهتم به لطالما كان بجانب مسكين محتاج الى دواء محتاج الى من يقدم له يد المساعده في شؤون الحياه الصعبه ولم التفت به ومررت بالسياره الفارهه امامه ولم اعبا به لعلي لعلي فكان الصحابه رضي الله عنهم يبكون كثيرا، وكان التابعون كلما مروا على هذه السوره يقرؤونها فيخافون كثيرا. وكل من قراها بصدق يبكي بكاء عميقا من من اعماق قلبه دون ان تدرف دموعه، كان قلبه ينزف بالدم. يروى ان الامام الجنيد رضي الله عنه، والامام الجنيد هو من من التابعين الصالحين، قال: كنت اقرا القران فمررت على هذه الايه. ربنا فيها يخاطب المؤمنين يخاطب اهل الايمان لانهم يفرطون في قضايا بسيطه اجتماعيه لا يرحمون من لا يرحم لا يرحم الامام الجنيد قال قرات هذه الايه ارايت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراؤون ويمنعون المعون قال قرأتها وكنت أخاف وأخشى أن تنطبق علي فلم أجدها تنطبق علي لم أجدها تنطبق علي ثم قرأت بعدها سورة المؤمنون قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. قال فعرضت نفسي على هذه السوره سوره المؤمنون فلم اجد فيها شيئا من نفسي لم اجد لا في سوره الماعون ولا في مقدمه سوره المؤمنين فغفى غفوه فسمع هاتفا من السماء يقول له من الذين خلطوا عملا صالحا واخر سيئا عسى الله ان يتوب عليهم من الذين خلطوا عملا صالحا واخر سيئا، عسى الله ان يتوب عليهم. فقام الامام الجنيد يبكي يبكي بكاء مرا عميقا ويقول نعم خلطت عملا صالحا واخر سيئا، ارجو الله ان يتوب علي، فصار يبكي ويقول رباه 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 حتى سمعه الناس من الجيران وقالوا لقد اصابه شيء من الجنون. لكن هذا جنون أهل الإيمان حينما يبكون على خطيئتهم في الدنيا قبل أن يلقوا ربهم فاللهم يا رباه يا رباه تب علينا توبة نصوحة اللهم يا رباه يا رباه اغفر لنا جدنا وهزلنا وما أسررنا وما أعلنا اللهم يا رباه يا رباه اكتبنا في عبادك المؤمن الصالحين قولوا معنا جميعا آمين 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 يا رب العالمين السلام عليكم لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناه تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله